وكمان واحدة الصورة هناك والبطل بين البطل جمال الشافي. اسمح لي برضه غير حصيله ايجابيه ديجا من المشاركه، باسكو المشاركه خمسه المشاركين في ما بين 18 في افريقيا، عندنا خمسه احنا في الجزائر. على كل حال كنا قادرين ناهلوا ملاكمين واحد اخرين، بصح رانا راضيين الحمد لله، والنتيجه كنا حابين خير ما خير ان شاء الله، بصح الله غالب. ميداليه ذهبيه ربي ورحمته الحمد لله. التقييم تاعي للنتيجة يعني ما كنت كيما متوقعتها، زحفان على روحي كيما درت نتيجة، ولكن قلت هذه الرياضة فيها فوز فيها خسارة. احنا ثاني حضرنا في أحسن ظروف ولا غالب في المنازلة تاعي. أنا الغلطة اللي صارت هي أنه في الجولة الثانية المجموع ما نحسبش مليح، قالوا لي بلي كنتي خاسره الجوله الثانيه اللي هي انا ربحت، وكي عرفت بلي خسرت الجوله الثانيه، الجوله الثالثه ما قدرتش نخدم، كنت تما درت في راسي بلي خلاص راني خسرت لانه كنت خسرت الجوله الاولى، واذا خسرت الجوله الثانيه الجوله الثالثه اوتوماتيكمون مانيش حنربحها.